احد الابلكيشنز المهمه بالنسبه للاكسبوننشال ديكي واكسبوننشال جروث حاجه اسمها الكليرنس. كليرنس دي واحده من الحاجات اللي بنهتم بيها جدا في حاجه مثلا زي رينال داياليسز، بنتكلم فيها برضو على حاجه زي في الجزء بتاع الاكسشينج اوف يعني اكسجين مثلا بين الالفيولاي والدم الكابيلرز اللي موجوده جنبيها. الكليرنس دي حاجه مهمه جدا، وفيها الحقيقه لقينا ان احنا لو في عندنا كوانتيتي لها كونسنتريشن سي، وده في الاخر هنشوف ان شاء الله ان هو عباره عن فيكس لو، في الاخر هنلاقي ان هو برضو الكليرنس بتاعنا اللي هو كي بيبقى يعني التغير في الكوانتيتي نفسها بيتناسب مع الكونسنتريشن بتاع الكوانتيتي نفسها. اوكي، وده زي ما كنا هنشوف ان شاء الله بعد كده في شابتر 4، هو بيتكلم على فيكس لو ان انا لما يكون عندي كونسنتريشن ده بوزيتيف بيبقى في عندي التغير في الدي واي باي دي سي ده بيبقى نيجاتيف. اوكي، يعني لو في عندي تغيير في الكونسنتريشن انا بقى يعني الكونسنتريشن بتاعي اعلى، بفقد جزء من الـ الحاجه اللي موجوده عندي اوكي علشان اتساوى بعد كده مع الحاجه اللي انا ايه ان كونتاكت معاها. فهنا لو انا خدت السي بتاعتي دي اللي هي عباره عن واي اوفر في، ففي الاخر اقدر احط الكونستنت بتاعي هنا عباره عن كي اوفر في في واي، فلاقي ان في الاخر عندي اكسبوننشال ديكي كيرف دي واي باي دي تي بتساوي كونستنت تايمز واي. اوكي، فدي زي ما كنا بنتكلم مثلا في الكيدني كابلكيشن، هلاقي عندي ان انا الكونسنتريشن بتاع الميتابولايتس الموجوده جوه في الفلويد في الدم مثلا بيبقى اعلى بكتير قوي من الموجود في اليورين. اوكي، او موجود في الاذر سايد، فبيحصل يفضل يحصل لوسز بين الفلويد فوليوم اللي هو بتاع الجزء بتاع الدم مثلا للجزء الكومبارتمنت الثاني لغايه لما في الاخر تو كونسنتريشنز يبقوا قد بعض. لو بتكلم على رينال داياليسز مثلا انا بحط هنا فلويد في الناحيه الثانيه بيبقى كونسنتريشن بتاعه اولموست زيرو، فدايما بيفضل يحصل لوس من الكونسنتريشن بتاع الميتابولايتس اللي هنا، او الميتابولايتس تتنقل بمعنى صح من جنب ده لجنب ده لغايه لما يبقى في الاخر التو كونسنتريشن يبقوا زي بعض ويبقوا زيرو. اوكي، فده واحده من الابلكيشنز اللي هي بنستعمل فيها او بنطبق فيها الاكسبوننشال ديكي كيرف في الميديكال ابليكيشنز.